بسم الله الرحمن الرحيم. الآن نحن بنسجل الوركشوب ساتردي بعنوان ناس فريلانس، ناس فور سي فريلانس. طبعا اعطينا له ساتردي وركشوب التايتل اللي هو، واعطينا له رقم XI55002. نبدأ ندخل. طبعا هنا الميتنج، دعينا المشتركين في جاك ماجازين، وحيكون في طلب للدخول. هنا طلب من المهندس شريف، نسوي له ادميت. يا هلا وسهلا. طبعا انا بديت التسجيل عندي. مهندس شريف تسمعني؟ ايوه انا بديت التسجيل عندي في الباوربوينت على اساس يصير فيديو، وكمان عندنا التسجيل مخزن الان في الوركشوب ميتنج. يعني عندنا من جهتين هنبدأ التسجيل. نشوف كده، هنا الآن بنضغط ريكورد ميتنج. الآن بدأ التسجيل، طلب مننا ستارت ريكوردينج. الآن ضغطنا ستارت. بدأ التسجيل. عندي الزر هنا ريكوردينج أمامي، وعندنا التسجيل في جهتين، في الباوربوينت وفي جوجل ميت. هنبدأ نتكلم عن الوركشوب ساتردي. سامعني؟ أيوة أسمع. طيب نبغى تجاوب دائما، يعني قول طيب، قول أوكي، قول أي شيء. أوكي. طيب هنبدأ. طبعا ادينا تايتل لوركشوب ساتردي. طبعا عندنا 3 وركشوب: فرايدي، ساتردي، ساندي، جمعة، سبت، أحد. لانطلاقة يعني ممكن ساعتين يوم الجمعة وساعتين يوم السبت وساعتين يوم الأحد، فعندنا 6 ساعات وركشوب. بلاشي يعني 4 ساعات الجمعة، ايه رأيك؟ اوكي تمام. اوكي. طبعا الجدول يوم الجمعة ممكن نقرره من الساعة 2 توقيت مصر، يعني الساعة 3 توقيت السعودية او جدة ومكة. طبعا الوركشوب يعني مشتركين مع الفريلانسك. نتكلم عن الساتردي، العنوان ناس فور سي فريلانس. هذا عنوان ساتردي. ابغى منك تقول لي ناس، ايش معنى ناس؟ نيرسن
Study. طيب اديني ايش تعني نيرس؟ نيرس بالعرب هي بالعرب ايوه ممرضة. هي من تقدم ممرضة. هي ممرضة. ايه ممرضة تقدم بس بس الرعاية الطبية. بس بس ممرضة يعني كل من هي ممرضة هي نيرس. انا اضيف انه عندها دبلوم يعني عشان تلتحق معانا، عندها دبلوم تمريض وعندها خبرة في التمريض او عندها جامعة تمريض متخرجة، يعني في حالتين، يعني واحدة مارست التمريض عندها دبلوم او جامعة او كذا مع عيادة عشان تصير فريلانس، او عندها جامعة يعني بتدرس في الجامعة وكان عندها خبرة ولكنها ما زالت بتدرس كده انتهينا. طيب ال Apprenticeship اللي هو التدريب للعمل، رأس العمل، تدريب العمل للعمل، يعني صيغة سهلة، تدريب العمل للعمل، يعني هو on job training تدريب على رأس العمل، بس احنا ما عندنا عمل، احنا تدريب، تدريب العمل للعمل يعني سهلة. طيب الاس study يعني دراسة، يعني البرنامج هذا في يوم الان احنا بنسوي دراسة. بعدين عندنا فورسي customer care ايوه call center. ايش معنى customer؟ customer يعني عميل. عميل ايش؟ عميل عميل سري؟ عميل عميل سري؟ زبون. مريض. زبون. في هذه الحالة زبون راجع العيادة، يعني اتقدمت له الخدمة. وكير يعني العناية. العناية ورعاية، رعاية العميل. لما نجي نترجم الفورسي ناخذها بالعربي من اليسار لليمين. الحين عندنا ايش؟ عميل، زبون، ورعايه، والتوسي اللي بعده ايش؟ كول سنتر. كول سنتر. فايش يصير؟ مركز. بنترجمها كلها مركز اتصال، كول اتصال. اي عملاء، رعاية العملاء. بالضبط. يعني سويناه على العيادة معناته العملاء كانوا مرضى. ممكن يكونوا مو مرضى، يعني يبغوا استشارة. شايف؟ استشارة من الدكتور، من الممرضة، المهم اللي هم عملاء. صح؟ انتهينا. عشان الناس تعرف. فأنا ايش كنت انا بقول؟ يوم السبت مركز الاتصال، يعني كاننا نحن بندرس لما نكمل فريلانسنج. فريلانسنج انا ما حقول لك قول لي معناه، هذا برنامج موجود عشان من خلاله الفريلانسنج العمل الحر اللي يحتاج، مثلا هو استخدم الواتساب، اللي يحتاج الخدمه وموجودة في الفريلانس أرسل في الواتساب، يرسل له أدخل من طريق الفريلانس عساس يدفع. واضح؟ واضح. من الفريلانس مو خمسات، فريلانسنج اللي هو بالإنجليزي، يرسل له أدخل أطلب، يعني هو معاه في الشات يعلم، ما في مشكلة لأنه نحن هذا عميل أثناء الخدمة. طبعا نحن بنشرح موضوع كيف تكون الممرضة تدخل لها أقل شيء 5000 في الشهر وهي نايمة،
أبى أشرح هي حكاية هي نايمة مثلاً مهندس هذا يسموها أون كول، يعني أنا بدربها وبحطها على كيف إنها هي أون كول. واضح؟ واضح. فقلنا الأون كول حقها 12 ساعة مو خمسات فريلانسنج اللي هو بالانجليزي، يرسل له ادخل اطلب، يعني هو معاه في الشاتنج يعلم، ما في مشكله لانه نحن هذا عميل اثناء الخدمه. طبعا نحن بنشرح موضوع كيف تكون الممرضه تدخل لها اقل شيء 5000 في الشهر وهي نايمة. أبى أشرح هي حكاية هي نايمة مثلا مهندس هذا يسموها أون كول، يعني أنا بدربها وبحطها على كيف إنها هي أون كول. واضح؟ واضح. فقلنا الأون كول حقها 12 ساعة، يعني هي بتنام 12 ساعة أو أون كول، يعني خلصت عملها. أساس نقسم عملها 6 ساعات و6 ساعات وبعدين تخلص، يعني تشتغل في عيادة 6 ساعات نوجهها روح العيادة الفلانية، عقد بيننا وبين الدكتور سنة أو أكثر أساس تشتغل عنده 6 ساعات، إحنا نعمل العدد. ال 12 ساعة اللي تنام فيها مثلا إحنا رسلناها في بلد، سواء أوفرسيز برا البلد برا مصر وإلا في مصر، يعني هي كانت في القاهرة أرسلناها رأس البر، فلازم مكان يستضيفها. اتفقنا مع مش دكتور فلان، واحد يستضيف 12 ساعة تنام عنده. فهنا الأون كول المكان موجود، في واحد قال أنا استضيف الممرض كممرض، بتسوي في الأون كول هي يعني جاها اتصال، يعني بتشغل، ومسموح لها تشتغل مع 2 عيادات مثلا، هذا بعد التخرج من التدريب، قد يكون التدريب أخذ منها 5 أسابيع بعدين أديناها مكان التعيين. لو عندنا الفصل الوركشوب 5 أسابيع عبال ما إيش تلاقي اللي يستضيفها، وفي نفس الوقت بتتدرب على الفريلانسنج كيف تقدم الخدمة وكيف كذا والشاتنج والكذا، فهذه كلها تتدرب، لأن الفريلانسنج
احنا اللي بنفتح الكريدت لها. احنا من شركة مكة سمارت للتدريب. طبعا ايجيبت ام سي اتش سمارت. فنختار اي ام اس تي. امسكو ممكن يكون اسمها امسكو ايجيبت مكة سمارت الاس كذا والتي تريننج وكو امسكو. يعني كأنه شركة امسكو مع الفريلانسي بنفتح لها. طيب اذا نبقى ندخل على الكالكوليتر ماشي؟ ماشي. طبعا انت ما حد بيشوف الكالكوليتر الا في هتبان الكالكوليتر في الباوربوينت. هذا تسجيل الباوربوينت اللي هو طبعا نحن الفيديو اللي يتعمل من الباوربوينت هيكون في اليوتيوب. لكن التسجيل هنا حقنا ما هيكون في اليوتيوب. ماشي؟ ماشي. طيب ما زال الريكوردينج شغال هنا. نطلع الكالكوليتر. شوف يا باشا طبعا انت ما حتشوف بس انت تسمعني. اسمع. دي ممرضة راحت بتنام 12 ساعة عند مكان ما حتدفع فلوس. يعني استضعفها 12 ساعة، أعطاها مكان لائق تجلس فيه. هي أنا من جالسة في البيت بتساعد، بتثقف كذا، يعني استفيد المستضيف. حصل عندهم أي شيء من أقاربهم ممكن ما تأخذ منهم فلوس. واضح؟ في أحد واضح. وممكن نحن نختار لها عائلة يحتاجوا ممرضة كبار في السن. هاي يعني في لأن الممرض إحنا ما له هدف إن هي تكسب فلوس. الهدف إنها تقدم أكبر ما يمكن خدمة. يعني بتقدم خدمة مجانية للبيت. مثلا واحد ساكن هو وزوجته كبار في السن ولا هو لحاله عنده خدامات عنده كذا. زي الكيس اللي مثلا واحد عنده فيلا كبيرة زي الكيس حقت يوسف وهبي كان عايش وكبر في السن وعنده بيته. فيكون في ممرض عنده قدرة انه في خدمات او كان الفندق الشركة كانوا يخدموه. لكن يحتاج احد ينام معاه ينتبه له 12 ساعة. فهنا ال 12 ساعة هذه ممكن انها تتجدول بين الساعة 8 إلى 8 الصباح ممكن كذا. بعدين هي يطلب منها انها 8 الصباح تروح عند دكتور وكذا. خلينا نحسب دخلها اللي يجيها وهي نايمة. فطبعا هي ما حتشتغل الا 5 ايام في الاسبوع، كم يوم؟ عندها 24 ساعة. يومين. يعني
يعني كم عنده؟ 48 ساعة كل أسبوع، وما حتشتغل إلا 40 أسبوع وبس يوقفها البرنامج. ف24 ساعة أون كول ضرب 40، خلينا نتكلم على 24 ساعة، خلينا نقول قدمت فيها 12 خدمة أو 20، يعني في الويكند حقها مثلا جمعة وأحد، والويكند مو لازم يومين متصل، خلينا نثبت جمعة واحد. ففي الجمعة والأحد خلال ال 12 ساعة في الأسبوع، وهنا 12 ساعة، قدمت 20 خدمة يوم الجمعة و20 يوم هذا اللي هو ليش؟ الماكسيم. انشهرت الناس يعني بطريقة أو بأخرى ف20 خدمة، وخلت هي الخدمة حقتها بخمسة دولار، صار جاها 100 دولار، و100 دولار 200 دولار، صح؟ تكلم بالدولار في الفريلانسي، فهذه الخدمة بالدولار. نحن تركنا ال 12 ساعة اللي كل يوم تنام دي لها كاش، لكن الويكند حقها تقدر تسوي فلوس في الفريلانسي، يعني ما تروح تداوم ولا شيء. فعندها ثلاثة فينيو يسموها طرق انها لها دخل، 6 ساعات عند دكتور، 6 ساعات عند دكتور تاني في نفس المنطقة، مثلا عيون اسنان مدري ايش اي شيء، فهذه عقدين. وعندها فلوس تجيها لما تكون هي 12 ساعة اوف في خلال 5 ايام، هذه كم؟ 60 ساعة، هذه لها رزقة كاش، يعني نحن ما نشوف، ماشي؟ ولا حد يشوف، ماشي؟ لا بتبيع ولا بتشتري، هي كاش. يعني مثلا هي سوت بخمسة دولار، بدولارين، بعشرة دولار، هي حر، أو الخمسة دولار يعني 100 جنيه، صح؟ صح، سوتها بخمسة جنيه، سوتها بكذا، نفترض إنها في مصر. المهم نتكلم عن ال100 دولار دي وال100 دولار دي، 200 دولار في 40، 200 دولار في 40 أسبوع، ثمانية آلاف. نتأكد نحن أول شيء في الكالكوليتر، قلنا 20 في 5 دي 100، ده يوم الجمعة، ويوم الأحد 100 نضربها في 2، ده في أسبوع. الحين بنحسب بالدولار، صح؟ ضرب 40، ضرب 40 8000 دولار، ضرب 20 جنيه 160000 جنيه. هي اشتغلت كم؟ فقلت له يا سيدي، فقلت له سيدي،
10 اشهر لها شهرين اجازه. يعني مثلا لو ارسلناها راس البر شهرين تجي هنا عند اهلها تستمتع بالفلوس. كم الفلوس اللي حصلتها من الفريلانس غير اللي استرزقت بيها؟ طبعا هو ممكن راس البر، ممكن جده، ممكن مكه، ممكن المدينه، اي مكان يتم طلبها. هي لها رغبه في المدينه، تروح في المدينه هناك عايزينها، هذا شيء ثاني. لكن احنا بنضرب مثال لو هنا في مصر، من مصر لمصر. وهل ال 160 ألف بالريال ولا لا بالجنيه؟ على او خلينا نقول في 20% للبرنامج للكريدت، يصير ضرب 0.8، 128 ألف يا باشا على 12 شهر 10 آلاف. أخذتها من إيه؟ وهي فريلان نايمة، يعني في الأوف حقها. في ميزة في الممرضة في الأوف حقها، لو واحد احتاجها تقول له لا، ما أقول. هذا بس عند الممرض، يعني حتى الممرض ما يقول ليه، لأنه عنده التزامات مع اولاده مع ما ادري. الممرضة حتى لو عندها التزامات، لانه وهي الان منتدبة، يعني لا عندها اولاد ولا عندها كذا. واضح؟ واضح. طيب لو عندها اولاد واخذتهم ما في مشكلة، يعني بعدين يعني استمرت في العمل ده، صار عندها اولاد اخذتهم، تقدر ترعاهم كل حاجة، يعني امورها ماشيه حلو. طيب انا عايز منك كده تعليق، هناخد التعليق على الاشياء دي. يعني هل يعقل ان الممرضه، احنا ما حسبنا ساعات العمل، إنه يجي لها 10 آلاف، يعني هل نقدر نصرف لها 10 آلاف؟ آه نقدر. فهذا البرنامج نبى تعليق عليه، أو هل ممكن تحقيق الكلام ده؟ أبدأ بسم الله. بسم الله. البرنامج فكرته جديدة وغير مسبوقة، وأول مرة أنا أسوق برنامج بهذه الحرفية، اللي بتحسن من خدمة التمريض وفي نفس الوقت بتزود العائد المادي للقائم على الخدمة الطبية، وبتوفر خدمة طبية متميزة بالإضافة إلى زيادة الاهتمام بخدمة الزبون، أو اللي بنسميها خدمة ما بعد البيع. وأنا شايف إن البرنامج ده هيكون له مستقبل كبير، خاصة للفئات الأكثر احتياجا للخدمة الطبية، مثل كبار السن أو من يحتاج للخدمة الطبية ولا يجد خدمة طبية بمستوى جيد. أحسن. بسبب تعليقك هذا هنركز نحن في البداية إنه اللي يستضيفهم لازم يكونوا كبار في السن، يعني عمرهم 60 وفوق أو كذا، يعني بحيث إنهم يحتاجوا إنه تكون عندهم ممرضة ساكنة، مش ناس محتاجين فلوس، لأنه اللي يستضيفها ما حياخذ فلوس، حيدفع فلوس، يعني ممكن هو يدفع ال 160 ألف أو اللي هي 40% منها أو كذا. ما عندنا مشكلة في الفلوس لتطبيق البرنامج، عندنا مشكلة إنه أكثر ناس محتاجين الممرضة دي اللي تكون عندهم اليومين، لأنه
وهي نايمة تحتاج مكان تنام فيه، صح؟ صح. في الانكور يعني، حتى لما في اليومين الإجازة الجمعة يعني ممكن تخرج معاهم، تروح معاهم، تخرج لحالها يعني، وفي نفس الوقت معاها جوالها وبتستخدم الواتساب والفريلانسك بالاتصال، يعني كأنه بتتصل بالكول سنتر. فنحتاج نحن هنا في الكول سنتر 24 ساعة عشان يتم هذا الشيء. يعني مثلا نحن نقدر ناخذ مش ممرضات، ما لها دخل، ناخذ اولاد بنات اي احد في الكول سنتر يداوم عندنا هنا في مركز في الكول سنتر في المكان اللي انا بتكلم فيه. يعني مثلا عندي انا سريرين، ففي ممكن يناموا فيه اثنين دربناهم من الممرضات. فعشان الكونسيبت قسمنا مثلا 6 ساعات كل واحدة تداوم، فتحتاج لك في ال 24 ساعة كم؟ 4. وخلينا 2 يعني ما تكون واحدة لوحدة، 2، فنحتاج 8. وعشان يشتغلوا بس 3 أيام، يعني يشتغلوا 5 أيام وتاخد إجازة يومين، فاحتاج لك كمان عدد. فحيبني لأنه نحن الكول سنتر ما نحتاجه إلا إذا في فريلانسر، صح؟ فالمركز هذا ممكن يكون فيه 10 يستفيدوا. واضح؟ واضح. إيه يعني حتى السريرين هذه تكفي لي 8، لأنه أون كول، يعني في سريرين في وقت النوم، ماشي؟ أو خليناها 8 ساعات. فهنا الكلام. طبعاً الكول سنتر في البداية ممكن بس يفتح جمعة وسبت وأحد، واضح؟ فهو بالتدرج. طيب تحب تقول أي شيء ولا أنهي المكالمة؟ أتمنى من ربنا إنه يوفقنا إننا نقدم خدمة طبية متميزة لمن يحتاج إليها، ونشعر بالسعادة إن شاء الله. أكيد نشعر بالسعادة. إيه، لأنه لما أنت تخدم الغير، لأن محدش يعرف، لأن محدش يعرف، يمكن يجي يوم من الأيام وإحنا نحتاج الخدمة دي. بالظبط. وقد يكون هذا الهدف المبطن. إلا زي ولا زيك، نحن كبار في السن، بكرة نحن ضامنين إنه عندنا ناس يهتموا فيه. نعم. شكرا. أنا حنهي التسجيل في الاثنين. أنا الآن بنهي في الريكوردينج. وأنت إلى اللقاء. إلى اللقاء. الريكوردينج كيف أنهي؟ الريكوردينج. ستوب ريكوردينج. أيوه عارف ستوب ريكوردينج، هذا ستوب ريكوردينج. دحين انت ممكن تجيني هنا عشان نشيك على الان. انا في استوديو دحين. تعالي تعالي، خلاص ما في تسجيل. انا في الاستوديو. تعالي، ما في تسجيل، انا غلبة. تعال عشان نشيك، خليني كمان اوقف ده. يلا مع السلامة. أوه، أنا ما سويت.